اش كيقولوا لك هما دابا الهضره ديالتهم ان الناس ما كملوش، ولكن هذا الشيء كذوب. كاينين الناس اللي كملات وما عطاوهم والو، كاينين الشقق اللي تبعوا على جوج مرات وثلاثه. حنا الشقه ديالتنا لقينا مولاها وهضرنا معاه، لقينا نفس الرقم ديال الشقه ديالنا ونفس هذا عند ناس اخرين، وقال لك هو لا ما نبيعينش. حنا تلاقينا معاهم وجلسنا معاهم، علاش هذا الشيء؟ علاش هذا الخداع وهذا المكر؟ الناس كتجمع ريال على ريال ومحرومه من شحال من حاجه، وساكنين في الضيق وساكنين في شحال من حاجه، باش اننا واحد يجي واحد النهار وتا حنا يكون عندنا حنا ملك ديالنا خاص. ولكن هاد الناس ما خلاوناش كيحطموا الاحلام ديال الناس. هاد الناس راه كلشي دراوش اللي كتشوف فيهم، كلهم دراوش وكلهم عليهم كريديات وكلهم عليهم ضغوطات وكلهم ساكن لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حنا اليوم كنتواجدوا قدام المحكمه الابتدائيه فجلسة للتحقيق مع أمين المال فيما يتعلق بالأزمة اللي كتعيشها هذه الودادية، واللي تأسست من 2012 وفيها سبعة المشاريع وما يزيد على 900 منخرط حسب التصريح ديالهم، واللي في الحقيقة حتى شي مشروع ما تسلم، وكاين مشاريع اللي تجاوزت دابا 10 سنوات، والناس كيطالبوا بالشفافية وبالوضوح فيما يتعلق بالمعطيات ديال الودادية، اللوائح ديال المنخرطين، عدد المنخرطين، جمع عامة عادية سنوية تدار وقتها، جدول أعمال واضح ووفق المعايير القانونية اللي المتعارف عليها. وحنا ما كنطلبوا أكثر من إيجاد حل لواحد العدد ديال الناس اللي منخرطين في الودادية، سواء هذوك اللي مؤمنين بالمشاريع انهم يكملوا، ولا واحد العدد ديال المنسحبين اللي قدموا طلبات الانسحاب لاكثر من سنتين ومازال ما توصلوش بالمستحقات ديالهم. وبالتالي هذه الجلسه ديال اليوم مع قاضي التحقيق حنا كنتمناو خير، كنتمناو يكون شي حل. هذه ما تعتبرش وداديه لان دخلت 8 ديال المشاريع، يعني باين تدخل الواد من الاول 8 المشاريع عندها نجاح واحد، نجاح جوج، نجاح ثلاثه، القدس واحد، مشاريع في الدرارقه ديال البقاع وفي لابيرغولا. المهم الناس انخرطت معاهم 2013 على اساس انهم ياخذوا الشقه ديالهم، كانت الدفعه الاولى هي 7 المليون، بداوا في المشروع. المهم وصلوه كمل وما كملش في 2017 بنت فيه خروقات بانوا بين هاد الناس، كاين صبوع الناس دخلوا النجاح جوج والنجاح ومنها النجاح ثلاثة، دخلوا فيها ملايير ديال الفلوس. فهمت؟ النجاح ثلاثة لقوا بأن الأرض، شراوا أرض، لقوا بأن هذيك الأرض جابت لهم الربح، باعوها بدون تواصل مع المنخرطين، يعني نية النصب والاحتيال كاينة، بدون تواصل مع المواطنين باعوا النجاح الأرض ديال النجاح ثلاثة وداروا بها استثمار خاص بهم. أنا نشوف الرئيس عنده استثمارات في داروا دان، فهمت؟ ورجعوا دوك الناس ديال ثلاثة لجوج على أساس أنهم ينخرطوا في جوج، ولكن الأرض ديال النجاح جوج عارف بأن فيها مشكل لأن فيها زون فيلا ممنوع فيها البناء السكني. إذا الناس لقوا راسهم تنصب عليهم، الناس ديال النجاح جوج وثلاثة تنصب عليهم أوتوماتيكمون، دخلهم لواحد المشروع اللي ما يمكنش عمره ما يتبنى. النجاح واحد لقاو فيه خروقات ما يمكنش يتعطلوا تسمين التهيئة، لأن علاش دار خروقات في البناء وحصل باش يدخل الضوء الماء ما قدروش يعطوه، ولقاو الناس بأن الشقق مبلوعين ثلاثة المرات. إذا الناس عرفت بأنها راه تحتال عليها وتنصب عليها. يعني لجعوا للقضاء؟ لجعوا للقضاء كحل. دابا حنا استناو القضاء ينصفنا اخي، راه كانت اليوم عندنا جلسه مع قاضي التحقيق مع امين المال والكاتب تاع الوداديه، تاجلت الجلسه للاسبوع المقبل، وحنا دابا كنطلبوا السلطات المعنيه باش توقف معنا وتشوف لنا اغلب هاد الناس راه الناس بسطاء، ماشي شي ناس لاباس عليهم، اغلب راه موظفين بسطاء ولا عمال بسطاء، يعني الناس بغاو يديروا الدار ديالهم بطريقه قانونيه وبدون ربا وبدون ما يلجؤوا للبنوك انهم يتكرفصوا. ولكن اخويا لقينا الناس اللي تحتال علينا، رزقنا ورزق ولادنا مشى، ملايين هذه اللي عطينا. هو قال لك هو لحد الساعه دابا هضرنا مع ذاك كاتب الجمعيه قال كاينين 800، ولكن حنا اللي عطنا اكثر من 1000.
يعني تصور انت كل واحد راه عاطي الاخر فيهم راه عاطي 14 15 مليون، الناس راه عاطيه فلوس ملايين، لان الناس من 2013 وهي كتفيرسي، اللي كنا كنجيبو كنحطوه اصلا. انا دخلت معاهم في 2019 على اساس انني نشد ابارتمون في النجاح ثلاثه، وانني نمشي معاهم شويه بشويه. لقيت راسي دخلوني النجاح جوج بلا خبري وحيدوني من النجاح ثلاثه، لان النجاح ثلاثه باعوا الارض ربحوا فيها، دونك حيدوا دوك الثلاثه وباعوا ديك الارض ودخلونا في النجاح جوج اللي فيه مشاكل، كله مشاكل، الارض كلها مشاكل، ما يمكنش تعطى فيها رخصه البناء. اذا انت ملي كتشوف راسك انت كتفيرتي الفلوس في واحد الارض اللي هي ما غاديش تعطى فيها رخصه البناء السكني، راه غادي تعرف راسك بلي تنصب عليك اوتوماتيكمون، تنصب عليك بلا ما حنا رحنا ضحيه نصب واحتيال في وسط النهار في الشمس. الناس بالعلاني نطلبوا من السلطات المعنيه انها تحقق مع هاد الناس وترد لنا حقنا، حنا ما عندنا لا ملجا الا القضاء والسلطات. كنا مسؤولين على هذيك المؤسسه ديال الوداديه، حقنا فيها كاملين. واه صراحه راه تسمع.